مع الضغوط التي يواجهها النظام الصحي في السودان في مواجهة جائحة كورونا، رصدت مستشفيات ازديادا في أعداد الإصابات بالملاريا. يأتي هذا على وقع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار الملاريا بصورة وبائية تتضاعف فيها أعداد المصابين. فما سبل مواجهة هذه المخاطر؟ نتابع بعد التقرير التالي. في ذروة مواجهة جائحة كورونا، تكشف تقارير المستشفيات عن تصاعد في أرقام الإصابات بالملاريا. يقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن الإصابات في السودان وحده بلغت 45% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط. الملاريا في هذا العام أنا لاحظت أنه في زيادة من شهر واحد لشهر اثنين. مثلا في المستشفى في شهر واحد العام 2021 سجلنا 100 حالة بتاعت ملاريا، منها عدد مقدر ملاريا وخيمة. العدد ده قفز في شهر اثنين في فبراير بقى 173 حالة، وقفز في شهر مارس بقى تقريبا 492 حالة. إدارة الملاريا في وزارة الصحة ترجع ازدياد عدد الإصابات إلى أسباب بيئية وثقافية، وتؤكد وجود 6000 مركز صحي لتقديم الخدمات في وقت تتوقع فيه ارتفاع عدد المصابين بالملاريا في البلاد إلى 6 ملايين. في العام الفات وزعنا أكثر من 4.6 مليون ناموسية، لكن للأسف يعني نسبة الاستخدام متدنية وضعيفة جدا، ما بتصل 40%، مفترض تكون النسبة 100%. فصراحة المشاركة ودور المجتمع له دور كبير جدا في انه نقدر نحقق الاهداف المرجوه ونمشي لقدام في القضاء على الملاريا في السودان. تقرير منظمه الصحه العالميه الاخير كشف عن 3 ملايين اصابه بالملاريا رغم المساعدات المقدمه الى السودان. مع تفشي موجه جديده من وباء كورونا، تبدو مواجهه انتشار الملاريا اكثر صعوبه من ذي قبل، لا سيما مع تدني الخدمات الطبية في كثير من المؤسسات الصحية في البلاد. شيبة الحمد عبد الرحمن، تلفزيون العربي، الخرطوم. ومن الخرطوم نرحب معنا بالدكتور صخر بدوي، وهو عضو في برنامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة السودانية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. إذن الموضوع ليس بجديد، خطر الملاريا في السودان، لكن أريد أن أتوقف معك عند مستويات هذا الخطر اليوم. هل فقمه فيروس كورونا؟ وهل كل السودانيين معرضون للإصابة بالملاريا اليوم؟ مرحبا بك ومرحبا بمستمعي تلفزيون العربي. فعلا معظم سكان السودان معرضين لخطر الإصابة بالملاريا، لأن السودان هو قطر شاسع وفيه مناخات مختلفة، وكل المناخات أو معظمها بتشكل بيئة مناسبة لتوالد البعوض الناقل للملاريا. ففيه مناطق مروية كبيرة جدا زي الجزيرة وسنار ومناطق في الشمالية، وفي مناطق فيها مواسم أمطار غزيرة جدا جدا زي النيل الأزرق ودارفورات وويديان. فكل السودان، سكان السودان تحت خطر الإصابة بالملاريا. طب دكتور صخر، السودان حصل على 362 مليون دولار من قبل صندوق الدعم الدولي لمكافحة الملاريا، وهناك خطط وكوادر وأيضا برامج يعمل عليها، لكن رغم ذلك ينتشر هذا المرض ونسبة الإصابات تشكل يعني 46% من مجمل الإصابات في شرق المتوسط. لماذا؟ يعني كيف يمكن استغلال هذه الأموال بصورة إيجابية؟ نعم، حقيقة 46% من إصابات إقليم شرق المتوسط دي كان في التقرير 2020، لكن منذ بداية الألفينات وعدد من الشركاء بيساعدوا في التحكم في مرض الملاريا في السودان بمنح مختلفة، وحقيقة ده حقق تقدم ملحوظ في مكافحة الملاريا. ففي الماضي كنا بنتحدث عن أكثر من 7.8 ملايين إصابة في العام، وأكثر من 35 ألف وفاة في العام. فمستوى الملاريا في السودان تدنى بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة،
يعني الآن من 35 ألف وفاة بيجينا بنتكلم عن 3000 وفاة أو 2000 وفاة. نعم. وحالات الملاريا كنا بنتكلم عن أكثر من 7 مليون حالة، الآن بنتكلم عن 3 مليون حالة. يعني أنتم كأطباء تجدون أن الأمور تتجه أو تسير، يعني أنتم كأطباء تجدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هذه ربما الأموال تستغل في مكانها. هناك أيضا برنامج لمكافحة الملاريا 2021 يعني إلى حين 2025، هل تعولون على الالتزام السياسي بتطبيقه، بتطبيق خططه وبنوده؟ نحن نعتقد أن مكافحة الملاريا تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن يعني كان بالإمكان أفضل مما كان. الآن الالتزام السياسي التزام كبير جدا على مستوى الوزارة وعلى مستوى مجلس الوزراء، وفي نقاش مستمر ما بين الوزارة الوزير والمانحين للمنحة القادمة 21-23. والآن الخطط بتوضع مع جميع الشركاء وكل المهتمين بالملاريا لوضع خطط تناسب الفترة القادمة وتحقق الأهداف المرجوة في خلال 2021 إلى 23 إن شاء الله. نتمنى ذلك. احمي نفسك، نعم، هو الشعار الذي أطلق هذا العام في إطار البرامج التوعوية المعمول بها. هل يمكن القول أنه يعني مع مرور السنوات تغيرت المقاربة الاجتماعية؟ وبرأيك ما هي القاعدة الذهبية رقم 1 للوقاية من مرض الملاريا؟ القاعدة الذهبية يعني كل فرد لازم يشارك في مكافحة الملاريا، وليست الحكومة فقط. تضافر الجهود مهم جدا جدا لمكافحة الملاريا. يعني كيف؟ واتباع الإرشادات الطبية وإرشادات المختصين. يعني ما هي أبرز هذه الإرشادات؟ هذا ما قصدته، يعني خاصة مع تفشي وباء كورونا. اتباع الإرشادات الطبية، مثلا أهم شيء التشخيص الملاريا بالصورة السليمة. يعني المواطنين يلجأوا إلى المؤسسات الصحية في تشخيص وعلاج الملاريا واتباع الإرشادات الصحية وإرشادات الأطباء والعاملين في العقل الصحي في تشخيص وعلاج الملاريا. في مجال مكافحة الملاريا المواطنين عليهم دور كبير جدا جدا في مكافحة الناقل للملاريا، في مكافحة البعوض، وفي تقليل البراك وأماكن توالد البعوض. ينصح أحيانا البدء بالعلاج قبل التوجه إلى المراكز الطبية، هل تنصح بذلك أنت أيضا؟ يعني عندما يلاحظ المرء أو الفرد أنه لديه عوارض الملاريا يجب مباشرة أن يبدأ بالعلاج. في السودان هنالك موجهات لتشخيص وعلاج الملاريا، بروتوكول وضع في شكل كتيب من عدد من المختصين والمهتمين في مجال الملاريا. والحمد لله في السودان أكثر من 6000 مؤسسة صحية منتشرة في بقاع السودان. فالأساس في تشخيص وعلاج الملاريا أن يذهب المواطن لأقرب مركز صحي أو وحدة صحية لعمل فحص الملاريا. أيضا هنالك الفحص السريع للملاريا موزع في جميع أنحاء السودان ومتوفر. فالأفضل المواطن عندما يشعر بأعراض الملاريا يذهب لأقرب وحدة صحية، نعم، ويجري فحص الملاريا من طبيعة هذه العوارض. الملاريا أن يتأكد من طبيعة هذه العوارض بالضبط. شكرا، نعم، أشكرك جزيل الشكر. من الخرطوم الدكتور صخر بدوي، عضو في برنامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة السودانية. نعود الآن إلى ريما تتابع معكم الظاهرة. شكرا نادين. شكرا.